أهلا بكم مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار من الإمارات. وفي أبرز العناوين، رئيس الدولة يمنح سفير نيجيريا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى. محمد بن راشد يؤكد أن قمة المليار متابع ترسخ موقع الإمارات كمنصة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي. سعود بن صقر يشهد جانبا من منافسات مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة. لبحث الوضع المتصاعد في الضفة الغربية، الإمارات تدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. مستشفى الفجيرة يكرم الشركاء والموظفين المتميزين. وفي نشرتنا أيضا، ولاية أمريكية ثانية تعلن عدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات. إلى تفاصيل، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة محمد دانسانتا ريمي سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلم الاستقلال أو وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقلد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة خلال لقاء جرى في ديوان عام لوزارة الخارجية بأبو ظبي سعادة السفير وسام الاستقلال، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا في جميع المجالات. وأثنى على دور سعادته في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قصر البحر جموع المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه. واطمأن رئيس الدولة على أحوال المواطنين وتبادل الحديث معهم، وأعرب المواطنون عن عميق شكرهم وامتنانهم بلقاء سموه، مثمنين حرصه واهتمامه بشؤون الوطن والمواطن. حضر الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله أن الإعلام يلعب دورا حيويا في نجاح الاستراتيجية التنموية باعتباره شريكا أساسيا لأي عمل حكومي ومؤسسي وقطاعا متجددا يتيح مساحة واسعة للاستثمار في مجالاته ليكون رافدا اقتصاديا مهما ومساهما رئيسيا في إحداث حراك معرفي وثقافي في المجتمع من خلال قدرته على تطوير محتوى هادف ينسجم مع توجهات واهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية. جاء ذلك تعليقا على استضافة دولة الإمارات يومي 10 و11 من يناير المقبل النسخة الثانية من قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، وذلك تحت شعار لنتواصل. وقال سموه قمة المليار متابع ترسخ موقع دولة الإمارات كمنصة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، وتمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير هذا القطاع الواعد ووضع أسس الارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يعزز مكانتها العالمية وتأثيرها الإيجابي في المشهد الإعلامي الدولي. هذا وتستضيف دولة الإمارات النسخة الثانية من قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم،
والتي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي يومي 10 و11 من يناير المقبل، وذلك تحت شعار لنتواصل. تجمع قمة المليار متابع 7000 مشارك في أكثر من 100 فعالية وبرنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة والخطابات الملهمة وورش العمل والجلسات النقاشية والحوارات التفاعلية. يستعرض مواهب وخبرات أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، يتابعهم أكثر من 1.6 مليار متابع في مجالات مختلفة في الإعلام والترفيه والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا والاقتصاد والسياحة وغيرها، موزعة على 4 مسارات رئيسية. أولاً مسار الإبداع لنبدع، والذي يستهدف تطوير خبرات المواهب الناشئة لإنتاج محتوى جذاب يعبر عن شخصياتهم وينال إعجاب الجمهور، ويقدم مسار التطوير المهني لنتقدم للمتخصصين والمحترفين إرشادات حول أفضل الممارسات والحلول التي تمكنهم من التميز في هذه الصناعة المتطورة باستمرار، فيما يخاطب مسار لنكسب الراغبين في تحصيل الربح من صناعة المحتوى الرقمي، ويقدم لهم أنجح الاستراتيجيات التي تساهم على تحويل محتواهم إلى مصدر دخل مستدام. ويساعد مسار لنتقارب الراغبين في بناء شبكات علاقات وتواصل في صناعة المحتوى الرقمي، ويقدم لهم فرصة للتعرف والتعاون مع رواد صناعة المحتوى الرقمي على مستوى العالم، ما يسهم في نقل المعارف وتوسيع الشراكات بين المؤثرين وشركات إنتاج المحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة جانبا من منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة جانبا من منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة أسوان 2023-2024 في نسخته 13 المقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على ميدان السوان في رأس الخيمة بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الفعاليات والرياضات التراثية في دولة الإمارات تعكس الهوية الوطنية والموروث الشعبي وتعد جزءا من العادات والتقاليد العربية المتأصلة في المجتمع الإماراتي، وأن المحافظة عليها مسؤولية مجتمعية مشتركة هدفها صون تراث الآباء والأجداد وضمان إيصاله للأجيال القادمة، مشيرا سموه إلى أن سباقات الهجن العربية الأصيلة حظيت باهتمام ودعم الآباء المؤسسين إيمانا منهم بأن الماضي العريق والعادات والقيم العربية الأصيلة المتجذرة في المجتمع الإماراتي هي القاعدة القوية التي تنطلق منها خطط النهضة والتنمية الشاملة في الدولة. وأشاد سموه باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بسباقات الهجن العربية في دولة الإمارات وفي الخليج العربي من خلال مهرجان محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن الذي يعد ملتقى ثقافيا وتراثيا يرسخ القيم العربية الأصيلة ويجسد أهمية الرياضات التراثية ودورها في الحفاظ على الموروثات المجتمعية وغرسها في نفوس الأجيال القادمة. وأوضح سموه أن سباقات الهجن تعد إحدى أهم روافد التراث الثقافي في دولة الإمارات ووسيلة للتعريف بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة لأبناء هذه الأرض الطيبة، معربا عن اعتزازه بالجهود المبذولة لمواصلة تطوير هذه السباقات المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات وبحرص الشباب على المشاركة في هذه التحديات التراثية والرياضية. شارك سعادة محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربية، وسعادة نعمة عبد الله الشرهان عضو المجلس نائبة رئيس المجموعة في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي التي عقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة. وأكد سعادة محمد اليماحي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية
خلال الجلسة أهمية انعقاد هذه الجلسة في وقت يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية تستهدف الأرواح، إضافة إلى تدمير الكثير من الوحدات السكنية والمرافق التعليمية واستهداف المستشفيات والمنشآت الصحية ونزوح قسري لسكان غزة. وأضاف اليماحي أن هذه اللحظات الحرجة والأحداث الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة تتطلب السعي نحو تعزيز التضامن والتعاون والعمل سويا لحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين وحث الحكومات والمجتمع الدولي وتكثيف المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية بما فيها الدبلوماسية البرلمانية للتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة وضمان ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والعمل على وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني. لبحث الوضع المتصاعد بسرعة في الضفة الغربية، دعا دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث الوضع المتصاعد بسرعة في الضفة الغربية وتأثيره على جدوى حل الدولتين. وأكدت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة أن عنف المستوطنين المتطرفين والتقارير عن الغارات الإسرائيلية يعرضان الأفق السياسي لإسرائيل وفلسطين لخطر شديد. وفي الأثناء أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس عن فزعه من الوضع المضطرب في الضفة الغربية، حيث إن المواجهات المميتة آخذة في التصاعد، ودعا تورك إسرائيل إلى إنهاء عملية القتل غير القانونية وعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين. وأفاد تقرير جديد صدر عن مكتبه أنه جرى التحقق من وفاة 300 فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بين 7 من أكتوبر والسابع والعشرين من ديسمبر، وكان بينهم 79 طفلا. وحث التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إسرائيل على إنهاء استخدام الأسلحة العسكرية خلال عملية إنفاذ القانون في المناطق المحتلة والكف عن الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة للفلسطينيين. ولقي فلسطينيان أمس مصرعهما وأصيب 26 آخرون على الأقل خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في عدة مدن بالضفة الغربية شهدت اقتحامات واعتقالات ومداهمات لمحلات صرافة. وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار عملية الفارس الشهم 3. 126 طائرة ضمن الجسر الجوي الإماراتي الذي انطلق منذ 53 يوما لإغاثة الأشقاء في غزة، إضافة إلى سفينة شحن من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع والذين يواجهون ظروفا استثنائية حرجة خاصة النساء والأطفال. كما وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية 9244 طنا من المستلزمات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين. وضمن عملية الفارس الشهم 3 انضمت دفعة جديدة من المتطوعين الطبيين إلى زملائهم بالمستشفى الميداني الإماراتي في غزة. وأعلنت عملية الفارس الشهم 3 أن متطوعي الدفعة الخامسة الذين يبلغ عددهم 8 من تخصصات طبية مختلفة وصلوا إلى قطاع غزة، ليصل العدد الإجمالي للمتطوعين العاملين في المستشفى إلى 43 متطوعا. واستقبل المستشفى حتى أمس أكثر من 757 حالة تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها وتحويل الحالات التي تحتاج إلى المزيد من العناية إلى العيادات المتخصصة التي تم تجهيزها في المستشفى. وأجرى المستشفى الميداني الإماراتي منذ إنشائه حتى الآن أكثر من 141 عملية جراحية كبرى، فضلا عن تعامله يوميا مع عشرات الحالات التي تستدعي التدخل السريع لإنقاذ الحياة. إلى ذلك واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. استفاد
استفاد منها 13811 شخصا، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية في 5 نوفمبر الماضي لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني. نبقى في سياق الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، حيث أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير مبادرة إنسانية خلال فعاليات ماراثون زايد الخيري والمقام في جمهورية مصر العربية. تشارك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فعاليات النسخة 8 لماراثون الشيخ زايد في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصص عائده لصالح مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المشافي الحكومية الأخرى، حيث أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير مبادرة إنسانية خلال فعاليات ماراثون زايد الخيري والمقام في جمهورية مصر العربية، ووزعت 3000 طرد غذائي استفاد منها 15000 مستفيد من محافظات الجيزة وحلوان والفيوم. وعبر عبيد رحمة البلوشي مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الرياضي الإنساني العالمي الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ويحمل اسم المغفور له شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويجسد المبادئ والقيم الإنسانية التي ظل ينادي بها خلال حياته العامرة بالخير والعطاء، وغرسها في نفوس أبنائه وشعبه. لذلك تواصلت المسيرة على ذات النهج، وتعزز صرح الدولة الإنساني بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ومبادراتها المستمرة من أجل خير وسعادة الإنسانية. وأكد البلوشي على أن هذه الفعاليات تعزز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني من خلال تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن عاهل الشرائح والفئات المستهدفة والمستفيدة من المبادرة. وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد وقعت مع اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري اتفاقية تعاون وشراكة لدعم الماراثون والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادئ المشتركة التي تجمع جهود الجانبين في تقديم يد العون والمساعدة لعلاج المرضى وتمويل ودعم البحوث العلمية. تسعى الإمارات عبر مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع والتمويل السخي إلى إنهاء سباق الميل الأخير في مشوار القضاء على الأمراض المدارية المهملة التي تقض مضاجع الدول الفقيرة والنامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. الوصول إلى عالم خال من الأمراض المدارية المهملة جهود تلتزم دولة الإمارات بدعمها وتحقيقها لمكافحة هذه الأمراض المسؤولة عن 170 ألف حالة وفاة سنوياً. دعم وعطاء سخي ممتد على مدار أكثر من 30 عاما، إذ أدرك المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه منذ وقت طويل أهمية الالتزام بالقضاء على الأمراض القاتلة والعمل بشكل وثيق مع الجهات والمنظمات الدولية الداعمة لهذه المساعي. ولم تتوانى الإمارات وباهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن تقديم كل الدعم اللازم لاستئصال الأمراض المدارية المهملة وتمهيد الطريق أمام مبادرات التمويل العالمي، حتى أصبحت دولة الإمارات داعما أساسيا لجهود القضاء على هذه الأمراض بتقديم أكثر من 470 مليون دولار أمريكي على مدار السنوات العشر الماضية وتوفير العلاج والرعاية الوقائية والمساعدات في المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الصحية الجيدة.
مع التركيز بشكل خاص على بلوغ الميل الأخير للقضاء على أكثر من 20 مرضا رئيسا تنتشر بشكل أساسي في المناطق المدارية وتصيب ما يزيد على مليار شخص يعيشون في مجتمعات محلية فقيرة مخلفة عواقب صحية واجتماعية واقتصادية وخيمة. وللتصدي لأحد أكثر التحديات الصحية في العالم، أدرجت منظمة الصحة العالمية مؤخرا مرض نوما رسميا ضمن أمراض المناطق المدارية المهملة. ومنذ إطلاقه حقق صندوق بلوغ الميل الأخير نجاحات مهمة للقضاء على العمى النهري وداء الفيلاريات الليمفاوية وداء دودة غينيا والملاريا في عدة دول ومناطق نائية، ويتواصل العمل مع الشركاء الدوليين والمانحين لتحقيق نتائج فاعلة، خاصة مع الإعلان عن توسيع الصندوق للوصول إلى 39 دولة في أفريقيا وتحسين حياة مئات الملايين من الأسر في مختلف مناطق العالم. كشفت جمعية الإمارات للفلك أن فصل الشتاء في التقويم التراثي لأهل الخليج العربي ينقسم إلى فترتين رئيسيتين، 40 المريعي و40 العقربي. وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك إن 40 المريعي تمتد لـ40 يوما وبدأت اليوم وتنتهي في الخامس من فبراير القادم، وتتميز بالبرودة الشديدة وتساقط المطر، وتنخفض فيها الحرارة لأدنى مستوى لها، وتوصف بشدة البرد وتوغله في باطن الأرض وداخل البيوت، ويتشكل الصقيع صباحا ويبلغ البرد أشده، وتقل الأسماك في المياه الضحلة بحثا عن الدفء في الأعماق. مستشفى الفجيرة يكرم الشركاء والموظفين المتميزين. كرم مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الشركاء والموردين والموظفين المتميزين تثمينا لمساهماتهم في تطوير العمل المؤسسي ورفع وتيرة التعاون والتنسيق مع الشركاء بما يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للمستشفى والمؤسسة. جاء ذلك خلال حفل نظمه المستشفى بهدف تعزيز علاقات التعاون التي تمكنت الإدارة من بنائها على مدى سنوات مع شركائها ومورديها، وأثمرت الكثير من الإنجازات النوعية التي حققتها على كل المستويات، وإبراز نموذج الشركات المتميز بين الإدارة وشركائها الذي قاد إلى رفع معدلات رضا المتعاملين والشركاء عن الخدمات التي يقدمها المستشفى. وأكد الدكتور أحمد الخديم مدير المستشفى أن الشراكة بين مؤسسات الدولة تشكل هوية المجتمع وصياغة توجهاته في شتى النواحي بهدف تطوير الأداء لهذه المؤسسات، فالشراكة المجتمعية تقوي جسور التواصل والتكامل في مختلف مجالات التنمية في الدولة الخدمية والثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، كما أن الشركاء الداخليين والمحليين وشركاء الخدمات الموردين وشركاء تقديم الخدمات الصحية وشركاء البحث والأكاديمي المتعاونين يشكلون حلقة وصل تؤدي دورا مميزا في تحقيق الأهداف. وأضاف أن النجاحات التي حققها المستشفى نتاج تضافر الجهود ضمن فريق العمل الواحد والتكامل والتفاعل الذي قاد إلى تحقيق الريادة والتفوق والتميز والجودة التي تحقق رؤية المؤسسة وأهدافها، موضحا أن المكرمين باتوا مثالا يحتذى. مشاهدينا تتابعونا بعد الفاصل. رأس الخيمة جاهزة لاحتفالات رأس السنة بعروض نارية وحفلات موسيقية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. الآن ننتقل إلى الأخبار الاقتصادية، وكريم آخر أخبار المال والأعمال لدى نداء. بكل تأكيد سارة وأعزائي المشاهدين، سنتابع سوية أخبار الاقتصاد مع نداء. أهلا سارة وكريم، مزيد من التفاصيل خلال الفقرة. إليك نداء. أهلا بكم.
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14 مليار درهم اليوم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2342 مبايعة بقيمة 9.77 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.38 مليار درهم، و2126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.38 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية، تليها مبايعة بقيمة 456.52 مليون درهم في منطقة أثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 213.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا الرابعة. وشهد سوق دبي المالي اليوم الجمعة تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم رمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، وبحسب بيانات السوق تم تنفيذ الصفقة على عدد 48.3 مليون سهم بقيمة 67.6 مليون درهم وبسعر تنفيذ 1.4 درهم للسهم الواحد. وخلال الجلسة أيضا قفز مصرف الإمارات الإسلامي بالحد الأقصى إلى 6.44%، وارتفع تعاونية الاتحاد بنسبة 3.6%، والإمارات دبي الوطني بنسبة 9%، وديوة بنسبة 8%، ومصرف عجمان بنصف بالمئة. وفي خبرنا الثالث، أعلن مركز الأحصاء في أبوظبي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، مستفيدا من نجاح استراتيجية أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة قوة اقتصادية مؤثرة. ووفقا لتقديرات مركز الأحصاء أبوظبي الأولية، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة، لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8% على الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز عالميا. وأما عن أسعار الذهب، فارتفعت في آخر جلسات العام الجاري لتعزز من مكاسبها السنوية، إذ يتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أفضل أداء سنوي في 3 أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض معدلة الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الأمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا. وبحلول الساعة 3:53 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 2069.8 دولارا للأونصة، وارتفع 14% حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ عام 2020. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% إلى 2079.1 دولارا للأونصة. وبالنسبة لأسعار العيارات الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فجاءت التغيير كالآتي: سعر جرام الذهب عيار 24 لليوم جاء إلى 250.75 درهم إماراتي، وجرام الذهب عيار 22 إلى 232.25 درهم إماراتي، وأما عيار 21 إلى 224.75 درهم إماراتي. ومزيد لدينا عن أسعار النفط، حيث تتجه أسعار النفط لإنهاء تداولات عام 2023 على انخفاض بنحو 10%، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو ما يعادل 2% إلى 77.33 دولارا للبرميل. وأما خام غربي تكساس، هذا حدث في آخر يوم تداول، من الجدير بالذكر أنه حدث في آخر يوم تداول في عام 2023. وزادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا لتصل إلى 71.8
وثمانين دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة. وبهذا يتجه الخمان القياسيان لإنهاء العام بأكبر خسارة سنوية بالنسبة المئوية منذ عام 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار. إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية أخبارنا الاقتصادية. عودة إليكما سارة وكريم. شكرا لك نداء على كل هذه الأخبار. ورأس الخيمة جاهزة لاحتفالات رأس السنة بعروض نارية وحفلات موسيقية. كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة في رأس الخيمة عن إطلاق أسماء أشهر خمس مناطق بالإمارة على ست مواقع تم تخصيصها لاستقبال مركبات الزوار ومنصات المشاهدة والتخييم بين جزيرة المرجان ومنطقة الحمرة للاستمتاع بعروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية من داخل المركبة دون الحاجة للنزول، حيث تتوفر تلك المناطق مجاناً. وترأس العميد جمال أحمد الطير قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة بحضور كبار ضباط الشرطة الاجتماع التنسيقي لتأمين فعاليات الاحتفالات في جزيرة المرجان بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالإمارة ووضع خطة أمنية مشتركة وموحدة بين الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه، تتضمن تخصيص أكثر من 25,000 موقف لمركبات الجمهور. وأكد العميد جمال الطير أنه سيتم الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة لحماية الأفراد والممتلكات من خلال تطبيق منظومة المراقبة الذكية المنبثقة من مشروع المدينة الآمنة لمراقبة الطرق وأماكن الفعاليات ونقاط تجمع الجماهير، مع تسخير كافة الجهود لتنظيم وتأمين حركة التنقل ومواقع الفعاليات وعروض الألعاب النارية وتقديم الإرشادات للزوار والدعم اللوجستي اللازم لهم وتوفير خدمات الإسعافات الأولية. وتابع تضمنت الخطة توفير 107 دوريات أمنية و7 سيارات إسعاف و1 طائرة عمودية و4 غرف عمليات و402 عناصر شرطية و4 زوارق إنقاذ بحري و404 عناصر من شركات الأمن الخاصة و10 مركبات للدفاع المدني و10 دراجات هوائية و3 رافعات و4 دوريات إنقاذ بري و16 سكوتر و3 سيارات جولف وثمانية رقيب سير وست طائرات درون واثنتي عشرة قاطرة للمركبات. افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خرفكان النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب. افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع أكاديمية الجامعة الرياضية ونادي خورفكان الثقافي الرياضي. بدأ الحفل باستقبال الشيخ سعيد بن صقر لطابور الفرق المشاركة ومسيرته التي بدأت من سرية العلم على شاطئ المدينة حتى مدرج خورفكان، ثم عزف السلام الوطني للإمارات وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل. نحن سعداء هذه البطولة والتي تقام للموسم الرابع على التوالي، وهذا دليل على نجاح هذه النوعية من البطولة. وأيضا هذه البطولة لم تأتي من فراغ وإنما جاءت بتوجيهات وبرؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أعطى توجيهاته وإمكانيته المادية والفكرية بالنسبة إلى مجلس الشارقة الرياضي والذي بدوره قام بتنظيم هذه البطولة وأتمنى لهم التوفيق. كل الهدف من هذه البطولة هي احتكاء تخلي اللاعبين المحليين الموجودين بالإمارات يلي يحتكوا مع الفرق الأجنبية يلي هي مميزة بكرة السلة للناشئين. بدنا نحاول بهذه البطولة نقدر نخلي المدربين الموجودين هون
يشوفوا خبرة المدربين شو نوع الدفاع اللي عم بيكونوا. عم نحاول كل سنة نحن نغير الفرق ونكتر عدد البلدان نقدر نشوف نمتد ونشوف كل الخبرات الموجودة بهذه اللعبة. فإن شاء الله حرصنا نحن ومجلس الشرع الرياضي مع نادي خرفكان أنه نقدر كل سنة نكبرها أكبر وأكبر. ونحن كنا عنا هدف إن شاء الله أنه سنة جاي مددها أكثر من 34 فريق نمدهم ل 44 فريق أو 46 فريق. وتوفرت لحفل الافتتاح كل أسباب النجاح في مدرج خرفكان وحضور جمهور غفير ونخبة من المسؤولين ورؤساء الوفود وممثلي وسائل الأعلام. يشارك فيها 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 34 فريقا من 7 دول هي لبنان والأردن وإسبانيا وصربيا والهند وإستونيا والإمارات المضيفة. الصحة ووقاية المجتمع تنال شهادة الاعتماد العالمي للرشاقة المؤسسية وأخبار أخرى من الإمارات في هذا التقرير. حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد العالمي للرشاقة المؤسسية من قبل مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية، وذلك في إطار تحقيق الوزارة متطلبات ومبادئ الإطار الاستراتيجي والتشغيلي للرشاقة المؤسسية بنجاح في جميع القطاعات والإدارات، ما أدى إلى حصولها على نتائج متميزة في معايير نموذج الجاهزية ورشاقة الأعمال الدولي الذي يحتوي على 61 معياراً و1500 نقطة تقييم في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الصحية في الدولة والقدرات المؤسسية للتعامل مع كافة المتغيرات الصحية. أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك المداخل، وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية من الساعة 7 صباحا من يوم الأحد الموافق 31 من ديسمبر حتى 7 صباحا من يوم الاثنين الأول من يناير. ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي. تشهد النسخة الأولى من مهرجان شيتانا في حتى إقبالاً كبيراً من الجمهور لمتابعة الفعاليات والعروض التراثية والمسابقات اليومية التي يحتضنها المسرح الرئيسي للمهرجان، وكذلك الاستمتاع بالبرامج التلفزيونية الشهيرة التي تنقل وتبث على الهواء مباشرة من مسرح المهرجان. وللفنون الشعبية والتراثية مساحة كبيرة على مسرح شيتانا في حتى تشمل تقديم العديد من الفعاليات وعروض الفرق الحربية والمسابقات التراثية والفنون الشعبية التي تضفي على المهرجان أجواء من البهجة وتبرز الجانب التراثي والحضاري لدولة الإمارات. مشاهدينا ننتقل لكريم شيباني وآخر التطورات التكنولوجية لديك كريم. بكل تأكيد سارة، سنتابع سوية مشاهدينا آخر الأخبار التكنولوجية. رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية فيدرالية على شركتي مايكروسوفت وأوبن إي آي في محاولة لإنهاء استخدامهما قصصها لتدريب روبوتات الدردشة دون إذنها، قائلة إن الانتهاكات لحقوق التأليف للصحيفة قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بحسب تقرير لموقع سي إن بي سي. وتنضم الصحيفة إلى قائمة متزايدة من الأفراد والناشرين الذين يحاولون منع أوبن إي آي من استخدام المواد المحمية بحقوق التأليف. وقالت نيويورك تايمز في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن مايكروسوفت وأوبن إي آي تعملان على تطوير تقنيتهما عبر الاستخدام غير القانوني لعملها من أجل إنشاء منتجات ذكاء اصطناعي تتنافس معها وتهدد قدرتها على تقديم تلك الخدمة. وقال الناشر في الدعوى إنه يسعى إلى محاسبة الشركتين على مليارات الدولارات من الأضرار القانونية والفعلية التي يعتقد أنها مستحقة له بسبب النسخ الغير قانوني.
توفر جوجل حاليا وضع القيادة في تطبيق خرائط جوجل لنظام أندرويد، مما يوفر تجربة أكثر أمانا وملائمة عند التنقل، ولكن لسوء الحظ يبدو أنه قد تتم إزالة هذه الميزة في أوائل العام المقبل، فقد رصد موقع متخصص في تطبيقات الشركة سلسلتين غريبتين في الإصدار رقم 14.52 من تطبيق جوجل، ويعتقد أن هذه السلاسل تتعلق بوضع القيادة في خرائط جوجل لنظام أندرويد، وتشير السلسلة الأولى إلى أن العرض غير المحدد سيختفي في فبراير 2024، بينما تدفع الثانية الأشخاص لاستخدام المساعد أثناء القيادة بدلاً من وضع القيادة داخل خرائط جوجل. وتعد التفاعلات الصوتية فقط أكثر أماناً من الناحية النظرية، ولكن هذا لا يزال يبدو بمثابة تخفيض في الأداء الوظيفي. سرعت الصين جهودها في قطاع تكنولوجيا الفضاء، مما يمثل فصلاً جديداً في السباق العالمي لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تنتقل فيه مبادرة الأقمار الصناعية العملاقة G6C ستار لينك الصينية في شنغهاي إلى مرحلة الإنتاج، مما يمثل تحديا مباشرا لخدمة ستار لينك التابعة لشركة سبيس إكس. وبدأ مصنع الإنتاج الرقمي الجديد في شنغهاي بطرح الأقمار الصناعية التجارية، ويعد هذا التقدم جزءا من استراتيجية الصين الواسعة لتعزيز مكانتها في سوق الأقمار الصناعية التجارية التي ينظر إليها بشكل متزايد على أنها مجال رئيسي في الابتكار التكنولوجي والمنافسة الدولية. ختام أخبار التكنولوجيا، والآن عودة إليك سارة. شكرا لك كريم، ومشاهدينا تتابعونا بعد الفاصل. التصعيد في قطاع غزة يتواصل لليوم 84. أهلا بكم من جديد. يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تقتحم قواته عددا من المخيمات في الضفة الغربية. من جهة ثانية، يتوجه وفد فلسطيني إلى القاهرة لبحث المبادرة المصرية المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يتواصل التصعيد في قطاع غزة لليوم 84، وشمل قصف الجيش الإسرائيلي الجوي والمدفعي لمناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط العشرات والجرحى في مخيمي المغازي وانصيرات. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21,320 والجرحى إلى 55,603 مصابين. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة، وكان قد اعترف بإصابة 49 عسكرية في المعارك بمختلف القطاع. وسقط 4 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة، وسط تأكيده على تواصل المعارك في أنحاء القطاع بالتزامن مع رشقات صاروخية من شمالي القطاع على غلاف غزة. وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية محيط مخيم عسكر في مدينة نابلس شمال الضفة، كما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الفرعة جنوب طوباس بالضفة الغربية. من جهة ثانية، نفذ الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. على صعيد المفاوضات والمبادرات لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، يتوجه وفد فلسطيني إلى القاهرة لتقديم ملاحظات بشأن المبادرة المصرية المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولإبلاغ رد الفلسطينيين الذي يتضمن جملة من الملاحظات. وكان مصدر مصري مسؤول أكد سابقا أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي، وستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف. عشرات القتلى والجرحى في أكبر هجوم روسي على أوكرانيا.
على وقع انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية، استيقظ سكان كييف في وقت مبكر من الجمعة، فبعد أيام على استهداف أوكرانيا سفينة حربية روسية في مرفأ فيوديسيا بشبه جزيرة القرم، شنت روسيا ضربات صاروخية على مدن أوكرانية من بينها العاصمة، على ما أعلنت السلطات التي فعلت نظام الإنذار على مستوى البلاد. وفي منشور له على منصة إكس، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ فوق أوكرانيا في أكبر هجوم في الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين. ولفت زيلينسكي إلى أن روسيا استخدمت كل أنواع الأسلحة تقريبا الموجودة في ترسانتها، صواريخ كينجال وصواريخ S-300 وصواريخ كروز ومسيرات. أطلقت قاذفات استراتيجية صواريخ X-101 وX-505، وأضاف أطلق ما مجموعه حوالي 110 صواريخ على أوكرانيا، أسقط الجزء الأكبر منها. كذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر 114 من بين 158 من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها روسيا في آخر سلسلة من الهجمات. وقد أسفرت سلسلة الهجمات هذه عن مقتل 12 شخصا على الأقل في أوكرانيا، حسب ما أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو. وأكد كليمينكو سقوط 5 قتلى في منطقة دينيبرو بيتروفيسك، وقتيلين في أوديسا، وقتيلين في كييف، وقتيل في كل من لافيف وزبروجيا وخاركيف. ولاية أمريكية ثانية تعلن عدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات. بعد أسبوع على قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو القاضي بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض سباق الانتخابات التمهيدية لحزبه، أصدرت كبيرة مسؤولي الانتخابات بولاية مين الأمريكية الديمقراطية شينا بيلوز قرارا مماثلا على خلفية التهمة التي واجهها ترامب في قضية اقتحام أنصاره مقر الكونغرس، ردا على خسارته للانتخابات الرئاسية التي رفض الاعتراف بنتائجها، مستندة في قرارها إلى المادة الثالثة في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال تمرد من تولي مسؤوليات عامة في البلاد. ووصف ترامب الذي لا تزال نقاطه تتصدر استطلاعات الرأي باعتباره الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري الحكم الصادر عن محكمة كولورادو بإقصائه من الاقتراع التمهيدي بالوهم السياسي، مطالبا بالحصانة الرئاسية، في حين قلل أعضاء في الحزب الجمهوري من أثر ما اعتبروه مناورة قضائية تم تعليق البت بها حتى 4 يناير المقبل بعد الاستئناف الذي تقدم به الحزب الجمهوري في كولورادو، حتى يتم الانتهاء من الاستئناف أمام المحكمة العليا في واشنطن. مع الإشارة إلى أن ترامب المتقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن في 5 من 6 ولايات رئيسية حسب استطلاع للرأي نشرته نيويورك تايمز، يواجه دعاوى مماثلة في ولايات أخرى مثل نيوهامشاير وميتشيغان تسعى إلى قطع الطريق أمامه للوصول إلى البيت الأبيض. ارتفع عدد سكان العالم بمقدار 75 مليون نسمة خلال العام 2023، ومن المتوقع أن يصل في يوم رأس السنة الجديدة إلى أكثر من 8 مليارات نسمة وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم. من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم في يوم رأس السنة الجديدة إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، حيث ارتفع عدد سكان العالم بمقدار 75 مليون نسمة خلال العام 2023 وفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، وكان معدل نمو سكان العالم العام المنقضي أقل بقليل من 1%، وبلغ المعدل في الولايات المتحدة العام الماضي 0.53%، أي حوالي نصف الرقم العالمي. وأضافت الولايات المتحدة 1.7 مليون نسمة، وسيبلغ عدد سكانها في يوم رأس السنة الجديدة 335.8 مليون نسمة. وإذا استمرت الوتيرة الحالية حتى نهاية العقد، فقد يكون عقد 2020 هو الأبطأ نموا من حيث تزايد عدد السكان في تاريخ الولايات المتحدة. وفي بداية عام 2024 من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ولادة واحدة كل 9 ثواني، ووفاة واحدة كل 9 ثواني ونصف الثانية، ومع ذلك فإن الهجرة سوف تمنع انخفاض عدد السكان.
كما من المتوقع أن يضيف صافي الهجرة الدولية شخصا واحدا إلى سكان الولايات المتحدة كل 28.3 ثواني، وقد يؤدي هذا المزيج من المواليد والوفيات وصافي الهجرة الدولية إلى زيادة عدد سكان الولايات المتحدة بمقدار شخص واحد كل 24 ثانيتين، فيما يشار إلى أن الهند باتت مؤخرا أكثر دول العالم سكانا متجاوز الصين التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 1.4 مليار نسمة. مشاهدينا ننتقل إلى عالم الرياضة وآخر الأخبار الرياضية لديك كريم. بكل تأكيد سارة وأعزائي المشاهدين، نتابعوا سوية أخبار الرياضة. تجري الآن مباراة فريقي شباب الأهلي والشارقة على كأس السوبر الإماراتي في نسخته 16، والتي يستضيفها استاد المكتوم بنادي النصر بدبي. ويخوض شباب الأهلي هذه المواجهة باعتبار بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي في مواجهة الشارقة بطل كأس رئيس الدولة لنفس الموسم. ويعد شباب الأهلي حامل الرقم القياسي في الفوز بلقب هذه البطولة بخمس مرات، فيما فاز الشارقة باللقب مرتين. وسيكون الفوز بلقب هذه البطولة حافزا للفريق البطل على مواصلة المسيرة في الموسم على اعتبار أنها أولى الألقاب المحلية. فاز منتخب الإمارات لكرة السلة مساء أمس على نظيره المغربي بنتيجة 84-82 في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الأول للبطولة العربية لكرة السلة للرجال في نسختها رقم 25 والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة. وحول منتخب الإمارات تأخره ب 22 نقطة في الربع الثالث من المباراة أمام المنتخب المغربي إلى فوز بفارق نقطتين، وبهذه النتيجة حقق منتخب الإمارات أول فوز له في البطولة رافعا رصيده إلى 3 نقاط في ثاني مبارياته بالبطولة، ليحل بعد المنتخبين المصري والتونسي ولكل منهما 4 نقاط. توج الأهلي بطلا للسوبر المصري لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه والخامسة في أبوظبي إثر فوزه على مودرن فيوتشر 4-2 مساء أمس في المباراة النهائية على الساد محمد بن زايد. وسجل أهداف اللقاء للأهلي كل من محمد عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وسجل لمودرن فيوتشر كل من عمر السعيد ومحمد محمود، وكان حكم اللقاء قد لجأ للوقت الإضافي عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2. وأقيم السوبر المصري في أبوظبي بنسخته الحالية للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق، هي الأهلي، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر، فيما أقيم من قبل 6 مرات بمشاركة فريقين فقط. ختام أخبار الرياضة، والآن عودة إليك سارة. وشكرا لك كريم. مشاهدينا في نهاية نشرتنا صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. احتفالا برأس السنة الجديدة، كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية عن عملات معدنية جديدة تم سقها للاحتفال بالمناسبات الخاصة. وتشمل تصاميم هذه العملات الذكرى المئوية الثانية لكل من المتحف الوطني في لندن والمؤسسة الوطنية الملكية لقوارب النجاة. وهناك تصميم آخر يحتفل بفريق أولمبياد البارالمبية للألعاب الأولمبية المقبلة، وسيتم طرح العملات المعدنية الجديدة للبيع في العام الجديد ابتداء من 2 شهر يناير كانون الثاني 2024. كشف المنظمون في مدينة نيويورك الأمريكية عن تصميم جديد للكرة البلورية التي سيتم إسقاطها في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2024 استنادا إلى شكل تايمز سكوير. وتتميز نجمة العد التنازلي الآن بنمط ربطة العنق، فيما يقول المنظمون إنها تتوافق مع تصميم تايمز سكوير. ومن المقرر أن تهبط الكرة من أعلى تايمز سكوير مساء الأحد مع توقع حضور ما يقارب من 1 مليون شخص وملايين آخرين حول العالم. عاش ركاب طائرة بيونغ 777 الأمريكية لحظات تحبس الأنفاس بعد هبوط جنوني لطائرة في مطار هيثرو بلندن.
فقد صارع الطيارون رياحا شديدة للهبوط بالطائرة التي كانت متوجهة من لوس أنجلوس إلى العاصمة البريطانية، حيث جلبت العاصفة غاريتا رياحا عاصفة إلى الجزر البريطانية تجاوزت سرعة بعضها 80 ميلا في الساعة وفقا لوكالة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة. وأدت الظروف القاسية إلى تأخير في المطار وإلغاء العديد من الرحلات الجوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام نشرة الأخبار من الإمارات. نشكر لكم حسن المتابعة بأمان الله، وإلى اللقاء.